وماذا عسى أن أقول في هذا اليوم الأستاذة فرحانة؟ والله الفرحة كبيرة. أولا فرحة بالشكر الجزيل لهذه الإذاعة وهذه ميديان تي في التي ميديان راديو التي يعني أبت اليوم إلا أن نتقاسم هذه الفرحة الكبرى من خلال هذا العمل الفني الكبير الذي أبدعه الفنان السيد عبد الله التكالي. وماذا عسى أن أقول؟ أنا لي شرف، والله شرف كبير. تقول يعني هذا الأستاذ عبد الكامل هذا العمل اللي قمنا به هذا شيء طبيعي وعادي، المفروض كان كل المطربين والمطربات والفنانين يقوم كل واحد منهم كذلك ويظهر محبته لهذا الفريق والأسود، كما نقول الأسود هما الأسود الفرقة، وكما أن الأسود كذلك الشعب المغربي الذي أظهر، والأسود كذلك الشعوب اللي كانت يعني ملتحمة وتهز الرايات، والأطفال الأطفال كانوا يلبسون الراية المغربية ربما أصبحت أو يعني أعظم راية الآن معروفة يعني في جريدة إسبانية دايرين في الصفحة الأولى، وأظن كندوزوها في التلفزيون أنه العالم أو الراية اللي كانت في المونديال هو العالم المغربي. وعلى محركات أيضا وعلى محركات جوجل أيضا كلمة موروكو هي الأكثر بحثا على محركات جوجل. تماما. وكانت أستاذة فرحانة أحب أن أقول أن الأستاذ عبد الوهاب أعطى لهذه أغنية أسود، أنا كنت أقول أسود أتبقى لي أسود، هذه وهذا أضاف لهذه القطعة واحد القوة واحد الدفعة فنية. وأضاف كلمة المونديال، المونديال في المونديال حققناها، فكانت البصمة دياله واللمسات دياله أجمل، أعطت لها أغنية. طيب أعطيني بعض من كلماتها لأن الوقت ما بخليش الكثير، أعطيني القليل من كلماتها. تفضل. كلمات أسود الأطلس يا أبطال، يا شمس المغرب يا شجعان، في قلوبنا زرعت الأمال، تأهلنا وكسبنا الرهان، بدعت وعطيت المثال ورفعت راسنا بين البلدان، تمام. حققت الفوز وارتاح البال، وعمت الفرحة رجال ونسوان، بعزيمة وإرادة اجتزنا المحال، وقطعنا بحور صعيبة في الأمان، إصابة جميلة ما كانت في البال، في المونديال سجلناها بريشت فنان. خبر يا تاريخ جميع الأجيال، المغرب اليوم بكم فرحان، وسود الأطلس رقة وجمال، متعة كبيرة في وسط الميدان، فرحتنا كبيرة ومازال فرحتنا تكمل يا شجعان، الله معاكم في الحل والترحال، وعنايته تحميكم وتحمي الوطن. وشكرا للأستاذ والفنان القدير على اللحن وعلى الإبداع الفني والبصمة. شكرا لك، أنت الذي ألهمتني.